معليكم الدكتور عبد الله بن ناصر الوليعي يسألكم، يقول: تزخر الشبكة العنكبوتية بمواقع لفتاوى علماء أفاضل يعود إليها الناس، وفيها بعض الفتاوى القديمة في مسائل علمية دنيوية دقيقة فيها مخالفة لحقائق العلم، ويرددها بعض المتربصين بهذه البلاد. أليس من الأولى يا معالي الشيخ وجوب تنقيح هذه الفتاوى وجعل الرجوع للمجاميع الخاصة فقط؟ الكمال هو لله جل جلاله، والعالم بشر، ونحن مطلوب منا تحري الحق والبحث عنه. إذا قال عالم شيء ليس في فنه من الأمور الجيولوجية أو الفلكية أو ما لا يختص به فإنه لا يؤخذ بكلامه. وقد قال الحافظ بن حجر في فتح الباري: من تكلم في غير فنه أتى بعجائب. يعني لو بنتكلم في التاريخ بنأتي بعجائب، لو نتكلم في الفنون والآثار بنأتي بعجائب، وهكذا. فكل فن له أهله. فالعلماء أحيانا يظهر لهم من تفسير بعض الآيات معنى فيتجاسرون على الكلام فيه، وإن كان ليس بفنهم يعني في الفلك وفي غيره، لكن يتجاسرون لفهمهم لبعض الآيات. ولكن الفهم ليس حصرا على العلماء. فهم الأمور يشترك فيه يعني علماء الشريعة يشترك فيه بحسب الاختصاص. ولهذا في قاعدة مهمة يعني لهذا، أن العالم، قاعدة مهمة قالها الشاطبي في أول الموافقات، قال: العالم لا يتبع بزلته ولا يتبع في زلته. يعني ما تطيح قدره لزلة ولا تتبعه في زلته، لأن الحق واضح وجلي، وما استبان للناس جميعا وإلى آخره. الحقائق الغيبية والفلكية وما إلى ذلك، هذه إذا كانت حقا يعني مثل ما يقولون 100% ليست نظرية، حقا واقعا، فإن القرآن هو الحق، والحق لا يناقض حقا. الحق ما يناقض حق، يأتي الخلل في الفهم. ولذلك لا يجوز أن نجعل القرآن العظيم كلام الله جل جلاله الذي هو المرجع أن نجعله وفق النظريات، ولا أن نعارض النظريات به، ولكن نقول ظاهر القرآن كذا وفهمنا كذا والنظرية تقول كذا، فنكون نحترم أنفسنا ونعظم قرآن ربنا جل جلاله، ونحتفظ لأهل العلوم والفنون بعلمهم وفنهم. والإنسان إذا تأمل في هذا الأمر وجد أن الغلط يكون في مثل هذه المسائل من الاستعجال، أو أنه يقفي نفسه ما ليس له به علم. والله جل وعلا يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. لذلك أنا أنصح أنه يعني مثل هذه الأقوال تطوى ولا تذكر، تبقى يعني في الكتب وتبقى يعني قال بها. لكن اللي ينسى عالم كامل بجهده وجيده ويبدأ يخرج واحد قال الأرض ليست كروية ولا سطحية، ولا قال أن هذا لا تدور ولا لا تلف ونحو ذلك، بيسقط كل شيء وبيبرزها، هذا له غرض في نفسه، له غرض في نفسه. لكن العاقل المنصف لا يبرز هذه الأخطاء، إنما هذه قالها من قالها وانتهت. العبرة فيما أصاب فيه لا فيما أخطأ فيه.